رحلتنا في اكتشاف مهرجان الجنادرية في السعودية مستمرة، واستوقفنا اليوم جناح منطقة الحدود الشمالية. زائر هذه المنطقة سيعيش مغامرة بلا حدود، والسبب في كونها معلم يزخر بالمعالم التراثية والثقافية والتاريخية أيضا. ومما يميز هذا الجناح بالذات هو مشاركة سيدات منطقة الشمال، ففي هذا السوق، سوق المنطقة الشمالي الذي سندخله الآن، سنجد العديد من المنتوجات محلية الصنع التي صنعتها سيدات منطقة شمال المملكة بكل مهارة وشغف. افتتاح جولتنا في السوق كان مع أم مبارك، حرفية تخصصت في نسج الصوف لثلاثين عام، وهي صناعة تقليدية قديمة تميز بها أهل البادية. الحرفة هذه أخذتها من والدتي، كانت تشتغل تنطى رواق بيت، تنطى فراش، تنطى ساحة. هذه قرن ظبي، كل هالنطوة اللي انت تشوفين وصورة الملوك وهالشي هذا كله اشتغلوا بإذن الله بهالنهاية تشوفينها. هذا مواهب تجلت في مصنوعات مختلفة، والعديد من زوايا السوق عرضت أنواعا من الإرث الحرفي المميز، من ضمنها صناعة الخبز. طريقة خبزي هو خبز صاج طحين وعجين. كنا أول ما في تطورات ولا في شيء، كنا نخبز على تنور الطين، كنا نخبز على الحطب، ولحد الآن أمهاتنا وأجدادنا يمارسون نفس المهنة، ما يتجرؤون لهذه. جناح منطقة الحدود الشمالية عاد للحرف والمصنوعات اليدوية الأصيلة وحج الزمن الجميل، وأبرز دور المرأة الحرفية وشجعها على تخليد موروث لطالما ميز منطقة الشمال. تغريدة الهويش، سكاي نيوز عربية، الرياض.